نبقي أنا الدولة إذا اللي نعتتنا من الساعة العاد محمد والشيخ القزواني هو اللي رئيس إذا اللي نعتتنا مشي متطابق ومشي يعطي الأمل لذا الشعب المظلوم وللمظلومين كامل وللناس هم اللي تبقي العدالة سواء مظلومة سواء مظلومة نبقوا هم اللي يعطينا أمل في هذه الملفات هاي الملفات نبقوا يعطي فيها أمل ونعرف عن هم ياسم التحايل قاع على إرادته هو اللي دور يقير نبقوا لا نحن نتم ونذمنه ذاك العدل ما حد إنه متأكدين من صدق إرادته ومزلنا متأكدين منه ونبقوا هو يزيد فيهم ويزيد في المتابعة لذيك الملفات اللي جوهرية عنده اللي متعلقة بالعدالة الاجتماعية ذا اللي فات عدل ما يخص به ذيك الكفالات الصحية اللي عدلت كم شم من ذوك المستضعفين مفيد وعلى يم ذا الاندارو وعلى يم ذا اللي لاقين على الأخلاق باللي في صالح موريتان يقير ندورو منه زيادة ندورو منه زيادة وندورو الرقابة أكثر والمتابعة لذاك اللي يمشوا من عنده المعاونين عنهم اللي يعدلوا احنا ما لنا من الناس اللي مواسين عن القزواني ما جاب شيء ولا عدل شيء والله قاع ذوك اللي يقولوا قاع عنه قال اللي عدل من ذوك السابقينه بدي ذاك ما لنا قايلونه به اللي موحد احنا نقولوا لا شيء عندنا له شيء احنا عندنا له شيء عنه جاب ياسر ما كان خالق سابقه هذا النظام من 2019 الى من وراء الانتخابات الى وهذا الرئيس وحكومته عدلوا ياسر مشي ما كان خالق ولا كان مطموع به والناس اللي كانت في الميدان واللي كانت تناضل واللي كانت مضحيه وجابت لدع التضحيه ولدع المقاومه ولدع التنديد بالظلم ذيك الناس ما هي اللي تقول عن القزواني ما عدل شيء بيلي هي ذيك تعرف ذا اللي عدل وذا ما عدل بيلي ذيك هي اللي ذا اللي عدل تعرف معناه وتعرف قيمته ونعرف ذيك الناس اللي تقول عن ما عدل شيء على بابها وياسر منها في الخارج وعلى بابها قالت له على بابها بيلي شافت تو الظلم مازال منه ياسر خالق والفقر مازال من ياسر خالق والفساد مازال من ياسر خالق يا غير خالق الناس اللي هو اللي تعرف عنها ما قطعت تلوذ الشي صالح قاع وذي تقول عن القزواني عنه ما عدل شي وعنه سوء قاع من ذو السابقين ذيك تعرف هي ذل الدور وتعرف ذل تلوذ له وتعرف عنه مو في صالح الشعب هذا بعض من قد الحق من قد الحقيق